تاريخ يوم. صحاب وحنا صحاب ورزازات كنا في الدخله 40 عام من 1981 اللي كان هنا في اقليم الذهب الكويره وفرحنا كلشي الشباب فرحنا فين ما مشيت لا هنا لا البلد عندنا كلشي كلشي ما كان غير النجاح. الله الوطن والملك نعم الله الوطن والملك نعم حنا من ورزازات الكوره هذه ديال اللي فرجونا هذا المنتخب ديالنا الله يعطيهم الصحه الدراري في المستوى لعبوا ولكن الفضل كيرجع لك المدرب الركراكي راس لافوكا ديما خصنا نقولوا نفكروا وهذه البليته عندي انا حتى هي كتشاركني هذه الفرجه من البدايه ديال المقابله حتى الاخر المقابله وهي الفضل ليها كيرجع هزت المصحف وكتطلب حتى هي المنتخب باش يتفوق وبالفعل كانت النتيجه في المستوى الشوط الاول الشوط الثاني الاشواط الاضافيه وكان الفضل ديالنا بالضربات الترشيحيه وديما مروك ديما مروك الكاس جاي الفوز ديال المنتخب الوطني الدور الموالي ان شاء الله ندو كوب دي موند ان شاء الله علاش لا والله انت فرحان وتحياتي لياسين بونو وتبارك الله عليكم وتحياتي للقناه الحمد لله ربحنا اليوم هذه المقابله ما كانت سهله كانت صعيبه شويه الحمد لله كانت صعيبه شويه ولكن 130 دقيقه وديال الصبر وفي الاخر فرحونا الحمد لله ويا رب هذاك الشيء الحمد لله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.